كوكو حبابي حبوباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي درتوا اليوم؟ كي دايرين مع هاد الاجواء؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير، ويلقاكم هاد الفيديو ان شاء الله يعني بخير والمورال هاني. وكيف ما تنقول لكم ديما، خلات الوالده مراد، خاصة مراد يكون كاين ويكون هاني، هذاك هو الربح. اول حاجه حبابي بغيت نقول لكم سمحوا لي على التصوير ديال الكاميرا، لان هذا غير تليفون عادي، يعني الكاميرا ديالو حتى هي غتكون عاديه. داكشي على التصوير هذا، ما صراحه ما جاش هو هذاك، مره كيبان شويه مزيان، مره داكشي مضبب. المهم قبلوا عليا وسمحوا لي، هادشي عطى الله الساعه، ساعه اخرى يحن ربي، يعني كلشي بيد الله، نتمناو وكنطلبوا من الله يحن علينا. غيبان لكم واحد التليفون تاور محطوط فوق الطابله، غتقولوا دير عندها جوج تليفونات. هذا التليفون اللي كنصور به بعدا راه ماشي ديالي، ديال خويا، يعني حتى هو مسكين على قد الحال. اما واحد التليفون عندي انا حديته ولا حرج، اش كيصور؟ شي نهار صورني انا مع الحيط، ما كيصور لي حتى لعبه. ايوا احنا مسلكين ومديبانين باش مقسم الله وصافي، هادشي اللي كاين وقبلوا على الموجود وصافي. ايوا حبابي البارح مشينا الحمام، الحمد لله بعدا مشينا تحمحمنا الحمد لله. كنتمنى لكم حتى نتوما ان شاء الله تحمحي، ما يكون دايز هالكلام كيف ما تحمحمنا حنايا. وهاد المره بعدا الحمد لله مشينا لقينا بعدا خاوي شويه، والناس العيالات تكلوا الناس في مرج العيالات ولا شي حاجه. العيالات الحمد لله ما لقيتش بحال هذوك اللي شفتهم الايام اللي فاتت. لا اله الا الله محمد رسول الله وقوت الله اكبر. المهم كان اذن تاذن، ما بغيتش انا نهضر والاذن في نفس الوقت تاذن، ما جاتش حتى سنه وقلت نكمل. والمهم كنت قلت لكم الحمام، مشينا الحمام بصحتنا وراحتنا وبصحت اي واحد مشى ولا يلا يمشي بصحتكم. قلت لكم كاين شي عيالات زعما لا اله الا الله محمد رسول الله، والله ما كتفهمش ليا صراحه. بعدا انا ملي كنمشي الحمام وانا كنطلاقت بحال شي سيكوريتي قابل شي بلاصه، الباب ما كيتسدش. تخيلوا معايا كيكونوا البلايص خاوين، والبلاصه فين جالس انت هي اللي خاصهم يجلسوا فيها هما. والله ما فهمت قسما بالله، اولا توقف عليك وتشك تشوفك كتغسل شعرك ولا باغي دير الصابون ولا هذا، وهي واقفه عليك، واقفه والله الا بحال قبض الروح، واش قبض روحك ما تعرف واش تحير ولا تدوز تعوم تغسل حالك وتخرج، ولا دير لها تايه تفر ولا تبقى جالسه تما غادي يبقى في راسك. والله القسم ما كنفهمهم، الباب يتحاري يبقى محلول ورغم انا كاين البرد باتي. ما عرفت الصراحه، ما عرفت شنو نقول، ما هاد العيره ديالهم ما عرفت شنو عندهم في داك الراس، والصرخه تبقى تعاير معاهم تبقى تغاوت معاهم، كيديروا داكشي اللي كاين مراسم. انا ما هضرتش على عيلات كاملين، هضرت على واحد النوع كاين داير بحال هكذا سبحان الله خليقه فيه، ما كيتفهموش لك حتى هي ما تفهم، والله ما تفهم شي زفته. بغيت نسول شي بنات هنا ولا شي عيالات، واش نتوما كيوقع لكم نفس الديكور اللي كيوقع لي انا ولا انا بوحدي؟ اه وانتوما الرجال الله يرحم لكم الوالدي، لما نقولوا لي واش عندكم هاد الحالات، راني بغيت نعرف الا عندكم بعدا ولا ديجا كيوقع لكم بحال هاد الشيء، باش حتى انا يعني نبقى ترونكيت انا مع راسي، نقول زعما راه عباد الله كاملين كيوقع عليهم بحال هكذا. حيت انا ما عرفتش والله القسم في الحمام، نشوف في الحمام كتخيل لي راسي ولا كيبين لي كيبان لي راسي بحال انا بوحدي اللي عندي هاد المشكل. ولا حتى شي مرات كنكون في الحمام جالسه، المهم وشي وحديات يكون جالسه في هذوك البلايص اللي كيبغيو حتى هما يجيو يجلسوا، ملي كيلقاوني انايا تما كيبغيو يجيو يجلسوا حدايا. شي مرات ما كنكونش جالسه تما، كتكون جالسه شي مراه اولا شي بنت، وكنقول زعما هاد المراه اللي يلاه داخله راه غتمشي تجلس حدا هذيك خيتي، عرفتي شنو؟ والله حبابي ما كتمشي حداها، والله ما كتمشي حداها، عرفتي فين كتمشي تجلس؟ ما تخيلوش وكتجي تجلس حدايا،
هاي يا حبابي قاعد جلس حدايا، ما عرفتش انا واش مغناطيس مغناطيس كي يجر عنده الصداع، كي يجر عنده الناس اللي باقين موسخين يجوا جلسوا حداه وما مأدبينش. هذا هو الكارثه، كتخوي على كلمه والماكين الارض باقي فيها شي وسخ حتى شي وحدين. حنا قلنا راه ماشي مهم ما غيكونش ولا تكون الدنيا نقيه ولا هذا، على حسب، ولكن يكون شويه احترام بشويه، كبي الماء بشويه، تأدبي قولي سمحي لي راه غندير غنفع غنترك، ماشي بحال شي عشوائي بحال في غابه. عرفت والله ما عرفتش كيوقع لكم نتوما هادشي ولا انا بوحدي. هي الله يحسن العون صراحه، بنادم تيكون بعض المرات معصب مقلق مع راسو مع رجليه. بعض المرات راه حنا كاملين كتجينا هاد الحاله هادي، وخصوصا خصوصا المراه، المراه اكثر من الراجل، حنا البشريه كاملين بحال بحال، كلنا كنتعصبوا، ولكن المراه كتكون زايده نغزات ماشي نغزه. كل شهر كيوقع لها هاد المشكل هذا، راك عارفين. بحال دابا انا في هاد الفيديو غنبان لكم حبايبي ماشي هي هذيك، غنبان لكم بحال معصبه شويه، ياك كنبان لكم معصبه على شويه، حركه ديالي في وجهي كنبان بحال معصبه، اي صراحه معصبه. وكون شي حد فيكم سولني قال لي علاش معصبه، عرفتوا باش غنجاوبو؟ ها راه انا براسي خصني نسول راسي، نقول لراسي علاش معصب، راه انا براسي ما عارفاش علاش معصبه، راه انا براسي كنشوف راسي في الفيديو وكنقول راسي مالك، ومالك على هادشي، مالك على هاد العصاب، ومالك على هاد الحالة هادي. غيدوز يوم بحال هكداك، يومين هاي تقريبا يومين ولا نهار ونص. ملي داز هاد نهار ونص عاد عرفت راسي مير، راسي كان معصب. ورا هادشي اللي كنت قلت لكم المرأة كل شهر كيوقع لها هاد المشكل هذا، ومسكينه هي براسها ما عارفاش مالها، ما عارفاش علاش معصبه مع هذا ومع هذه ومع راسها، مع ولادها، مع راجلها، ومع امها، ومع خوتها، مع كلشي. وقلت لكم مع راسها معصبه معاه. وسباب هاد الحاله اللي كتوقع للمراه كيوقعوا بزاف ديال المشاكل، وخصوصا ملي كتكون المراه مزوجه. يعني ماشي مشكل ملي كيوقع لك مشكل مع اختك، وقع لك مشكل مع اخوك، وقع لك مشكل مع ماماك ولا باباك، ما كاينش شي مشكل كبير. اما باش ملي كتكوني مزوجه وكيوقع لك هذا المشكل مع راجلك، راه في حد ذاته راه شي حاجه اللي خيبوا احساس خيب بزاف صراحه. كتلقى المراه مع راجلها ما فاهميش، مصادعين، ومع وليداتها كذلك معصبه معاهم، وهي مسكينه ما عارفه شي راسها مالها. غتقولوا لي لا ما يمكنش، راه المراه تتعرف راسها يعني في كل شهر شنو عندها وشنو امتى داك الشيء، زعما راه خاصها تكون عارفه راسها شنو دير شنو ما ديرش. غنقول لكم لا حبابي، قالك سول المجرب لا تسول الطبيب، راه تنعرفوا كل شهر عندنا واحد المشكل، ماشي مشكل، هو الحمد لله اي حاجه كتجي مع الله مرحبا بها. غنسميوه مشكل لان كيف ما قلت لكم المراه هي براسها ما عارفاش، وكيجي راجلها كتوقع شي حاجه بسيطه، شي حاجه كتوقع في الدار ولا شي حاجه تقالت ولا مهم، ولا شي حاجه داروها الوليدات ماشي هي هذيك، ولا المهم هكا اي حاجه كيف ما بغات تكون. ايوا احبابي كيوقع فيها صداع المراه، قلت لكم على ابسط الامور في ديك الوقيته كتكون على السبه، هاد النقطه هادي، هاد الكلمه هادي زعما كتكون على سبه. راه قلت لكم هي مع راسها كتولي مضاربه مع راسها ورجليها، اما ملي كتجي من عند شي حد اخر يقول لها شي حاجه واخا يضحك معاها يبسط معاها شي حاجه عاديه ولا شاد فيها، او يقول لها مثلا فين هي هادي، ولا علاش درتي بحال هكذا، علاش ما درتيش هادي. عرفتي كيفاش كتولي وحش. هي ملي كتكالما وكتدوز ديك 3 ايام ولا ديك 4 ايام هي كيولي بان لها داك الشيء، كتقول ويلي كيفاش انا كنت بحال هكداك. وهذا الشيء كاين كيوقع ليهم، شي عيالات كيوقع ليهم قبل ما يوصل داك الشيء
وكاينين اللي حتى يدخل يعني داك توصل لهم هذيك الحاله عاد يوقع لهم هاد المشاكل هادو، عاد يحسوا براسهم راه ماشي هما هادوك ومعصبين. وكي لا قبل بشي يومين ثلاث ايام وبسبب هاد الدوره الشهريه هادي العيالات تيكونوا في واحد الحاله اللي ماشي هي هذيك. كاينه اللي كتهمل راسها كتهملو، ما تبقاش مسوقه المظهر ديالها حوايجها حالتها ما تبقاش مسوقه لها. كاينين وكاينه اللي بالعكس يالله هي تنوض تقابل راسها تقعد حالتها باغا تخرج كتشهى شي حاجه تاكلها كتشهى بزاف ديال الحوايج باغاهم كتولي بحال شكل المراه كتوحم. هي هذيك الساعه تيكونوا الهرمونات عندها مخربقين راسها مخربق وكتخربق معاه حتى راجلها حتى هو كيتخربق في نفس الوقت وما كيبقاش عارف شنو هادشي كدير في هاد المراه هادي مالها بحال هكا. شنو اللي هضرت معاها اي كلمه قلتها لها كتقلق مالها ما باغا لا تهضر لا تقعد حالتها لا تقعد دارها راه سبحان الله اوتوماتيكمون تقريبا جوج العيالات ملي تيكونوا في هذه الفتره ديال الدوره الشهريه راه كيترونوا كتولي باغا غير تاكل وتكالمه وما تسمع حتى حد يعني باغا تسد على في شي بيت حتى دوز هذوك يومين ثلاث ايام حتى ربع ايام مثلا عاد تنوض خصوصا ديك يومين تقريبا يومين ثلاث ايام ديك يومين الاولى راه والله راه كتكون شي حاجه لي بزاف. في هاد الفتره هادي الراجل خاصو يتحمل ويتفهم لهاد الفتره اللي كدوز منها المراه. هي من حد جهه ما كدوز منها غير مربو حدها وحتى الراجل كتدخل معها حتى راجلها غير الله يحسن العون غير صبر وتفهم من هاد الفتره هادي وحاول يعني تمشي معاها ماشي تمشي معاها بمره يعني في داكشي اللي بغات ولكن زعما يكون زعما ظريف معاها حنين فيها شنو خاصها مثلا اللي راعي لها شويه لان المراه سبحان الله في هاد الفتره هادي المراه بصفه عامه كتبغي خصوصا في هاد الفتره هادي كتبغي يحن فيها يسولها يتقرب منها بزاف شنو خاصك شنو بغيتي بحال هكذا فهمتي يعني قريبه وكانها يعني وكانه هو ذاته هي يعني بلا ما تهضر هي هو خصو يكون عارف كل شيء يعني خصو يكون حاس بها مزيان عارفه وحاس بها ايوا حتى العيالات حتى المراه ما خصهاش تكثر فيه تانتيا كوني خفيفه يعني على قد داكشي اللي عند راجلك اذا تشاهيتي شي حاجه يعني فهمتي تانتيا زعما بغيت نقول لك من الاخر تانتيا راعي الظروف راجلك كيف ما لقيتي واحد الراجل حنين وزوين وكيعاملك مزيان تانتي تعاملي معاه بحال هكداك راعي ليه وحسي بيه وتفهميه. ملي تحسي براسك راك معصبه مثلا وكتشوفي راجلك على قد الحال من الناحيه العاطفيه ومن الناحيه الماديه نوضي على مولاتي ديري سبور طيبي لك شي حاجه سخونه شي حاجه زوينه اللي غتفيد ذاتك اي تشهيتي شي حاجه فيها بس ملي جا نهضر مع بلاتي هي احسن ونقول ليها راه انا كيف دايره مثلا راه خاصني وها شنو باغا ولا هذا اذا ما كنتيش عارفه كيف ما قلت لك ما عارفه شنو عندك وشنو بيك نوضي عملي سبور على الاقل غير تمشي شويه ما ديري انت حتى شي مجهود ما ديري حتى شي حركات اللي غيكونوا صعاب عليك. راه كاينين شي عيالات مساكن كياخذوا الدواء شي بنات وشي عيالات راه مساكن كياخذوا الدواء باش يعني باش هاد الدوره هادي وهاد الفتره ديال الدوره الشهريه هادي تدوز بخير وما يبقى عليهم حتى حاجه. وكاين مساكين كيمشيو للسبيطار كل وحده مسكينه شنو كيوقع لها راها كتكون مسكينه في واحد الحاله يورث لها اي راه كتولي كتصادع معاك على ابسط الامور الصغيره والكبيره بسبب ديك الهرمونات اللي كيتغيروا لها في الجسم ديالها كتولي مدخله الشكل في العقلي ما كتبقى عارفه فين تصد فين اين جهه تشد ايوا الله يحسن العون غير كيف ما قلت لك الراجل حاول زعما كيفاش تفهمها وكيفاش تتعامل معها راه غا يومين ثلاث ايام كدوز مرور كرام احنا كيف ما قلت لكم ما كنصبروش والله يهدينا والله يشوف من حال كل واحد وما فيها باس الراجل انا تا طيب مع المراه
شقى معها شويه يعني في شغلات الدار، عاونها شويه في شي حاجه مثلا خرجوا يتقداو برا، يعني ما فيها باس، راه مره عليك ومره عليها. المهم احبابي انا تنقول العيالات قدروا رجالكم وفهموهم، جلسوا مع بعضياتكم وفهموا بعضياتكم، والراجل حتى هو يقدر المراه ويفهمها. رانا ما جيناش نقسم بعضياتنا ونفهموا بعضياتنا، راه واخا ندوزو 40 عام 50 عام بعضياتنا وفي الاخر ما كاين والو، ونحاول نقلو من العصاب كاملين، حنا كاملين، راه ما كاينش شي حد ولا شي وحده ما كيتعصبش، حنا كاملين كنتعصبوا. حاولوا نبعدوا شويه على العصاب، لانه في نهايه المطاف ديالو غيدينا للتهلوكه. اللهم نبعدوا عليه شويه كيف ما قلت لكم سبور وشويه اليوغا، وكيف ما قلت لكم بنادم يحسب الاخر ويحترمه ويقدره. قال لك والله ما غلقتي لا فورتي، والله ما قلبتي على الحل وبغيتي الخير الناس، والله لا طفرتي في حياتك. احبابي حبوباتي، اذا كنتو كتبغيوني ما تنساونيش بواحد لايك وواحد تعليق وواحد البارتاج، وما تنساوش الاشتراك في القناة اذا كانت بشرط اذا كانت كتعجبكم، اذا كانت كتعجبكم دوجة وكتعجبكم كلامها وكتعجبكم اي حاجة فيها ما تنساوش الاشتراك. والمقولة ديالنا كالعادة شنو هي؟ راكم ديما 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 في القلب، راكم ديما في القلب حبابي. سيروا انا بغيت ربي يعطيكم من وجه في خاطركم العواشر هذه، قولوا امين. احبابي اللي غيكتبوا لي والناس غيكتبوا لي في التعاليق امين يا ربي، غنعرفكم وصلتوا حتى لهنايا. المهم احبابي ما تنساوش تهلاو لي في راسكم بزاف وردوا البال راسكم. بيزو لكم كاملين، يلا تهلاو في راسكم ونشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. باي حبايبي، باي.